ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حكم الصلاة في الثوب الذي عليه صليب أو صورة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يصلى فيه، لا يجوز أن يصلى فيه لا في الصور ولا في الصلبة، ولا في الصلبة. لكن الصلاة صحيحة ولا صح الصلاة؟ ما أدري، لكن يعني كل منهما يعني سيء وكل منهما محذور، والصلب لا شك أنه أشد من الصور.